حديثنا اليوم عن موضوع في غاية الأهمية. من هو هذا؟ طبعا نتكلم عن سلطان المسيح الفائق. سلطان المسيح كان واضح جدا في حياة المسيح، حتى وهو ابن 12 سنة في الهيكل قال للقديسة المطوبة مريم ويوسف: لا ينبغي أن أكون فيما لأبي. عرف الغرض اللي جاء من أجله. وطبعا يعني أي شخص تقابل مع المسيح لابد أن يواجه هذا السلطان الفائق. موضوع في غاية الأهمية. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة، سوف أعود بعد هذا الفاصل.